احمد انصاري الغرفة فين؟ احنا طبعا هنبدل ليستر يوفر وده المكان الويتنج اريا التسجيل وعملنا الباب ده كده فتحناه ده مكان اسمه كده كده مسار فرع اول يوم تقطعين في مركز الطب الحضري هنا في محافظه الفيوم اخونا الدكتور احمد الكريم محمد الفيوم بتفقد يعني حد حاجه ولا ليه هي ما دام طلب عن ستك كمان من كل اللي هي شغاله من بعد 300 جنيه ولا عايز اعلي ستك لسه يعني عايز حاجه معينه حاجه معينه دي مش موجوده دلوقتي خلاص العقود دي من اي حاجه ثانيه احنا طلبناها عليك انت وطلبك انت عايز انت مطلع على حاجه معينه مفيش عقود معيني بس العقود يا ماما ما فتحتش مفيش عقود لسه مش مسموح بيها في الحكومه دلوقتي خلاص انت مستنيه العمل كمل العقد بتاعك لغايه ما عايزها مش عارف شكرا حاج